وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين مع اجمل تحدي في مواقف جميله جدا 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 وحاجات ظريفه زي ما انتم شايفين. معايا شيبسي ومعايا بيست ومعايا دقيق العقاب ومعايا بيض البط ني طبعا، ومعايا الميه دي فيها متدوب فيها معلقه ملح علشان العقاب يبقى كده ابن حلال ولذيذ. ومعانا فلوس هنا وهنا، اظهر الفلوس دي كده قلم عشان مش باينه. ايوه، والتحدي النهارده احنا هنسحب المنديل ده كده زي ما انتم شايفين، بكره المناديل دي وبدايتها كوبايه من الميه. هنسحب الميه المكان اللي هتبوش فيه المكان اللي هيبوش فيه المنديل هو ده هيبقى صاحب الجايزه، على حسب سواء جايزه او عقاب. تعالوا كده بقى نشوف التحدي مع بعض، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. يلا بينا. وهنبدا التحدي باول واحد معانا هو ادهم. تعالوا كده نسمي الله ونبدا مع بعض. يلا نبدا العد ليه من 1 لـ20 علشان السرعه. 1 2 عدوا يلا. 3 4 5 6 7 8. الميه وملح. هنا ادهم هيشرب معانا الميه وملح، وده كان اول متسابق معانا. مشرب الميه وملح، ارجعي يا جم. يلا تاني متسابق معانا وهيكون احمد. استني الميه وملح العقاب بتاعه. العقاب اشرب يا ادهم. معلش استحمل. يلا تاني متسابق معانا وهو احمد. ادري انا وده متسابق تاني متسابق معانا زي ما قلت لكم وهو احمد. وهنبدا العد 1 2 3. ابتدي يلا يا احمد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تعالوا كده مع بعض كده. شوف عقاب احمد، تعالوا نشوف الكوبايه بالظبط واقفه عندي فين، والكوبايه واقفه قصاد الدقيق بالظبط. فتعالوا بقى نعمل، انا بقى سيبوا لي الفرصه دي. امسكي لو سمحتي. امسك. تعالي يا حبيبي. اقعدي لو سمحتوا، الاطفال تقعد. ركزي بقى يا مها. التحدي في سن بروح عشان بتاع يتغير. انت داخل الاعماق زي ما انتوا شايفين كده. لسه بقى لسه بقى وشي اهو. استنى بس عشان ايه، لو اتحطيت في الزيت ما تبوظش الدنيا. ويلا بينا على المتسابق الثالث. وزي ما قلت لكم معانا جنى وهي المتسابق الثالث النهارده. للاسف لحد دلوقتي ما حدش فاز. وتعالوا يلا نعد مع بعض. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تعالوا بقى مع بعض كده. مش بسكوت ايه برضه؟ لا دي ايه؟ لا والله عدت. لا عدت الدقيق بس أهو. مش بسكوت والله، عدت الدقيق. بسكوت اهو، بسكوت معديه الدقيق اهي، شايفين؟ اهو مستوى الدقيق. شوفي يا مها. ايوه معديه والله مستوى الدقيق. يعني على الفاضي؟ ايوه معديه مستوى الدقيق في اول اهو. جنى هي اللي فازت بالبسكوت. لا خد، يبقى كده جنى عدت من العقاب وفازت بالبسكوت مع المتسابق الرابع. يلا 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. استنى ما نشوف قطعت عندي فين. استنوا بس ثانية. يعني للأسف حظها جه مع البيبسي. كنت أتمنى إن يجي في البيض، بس إن شاء الله المرة الجاية هيكون فيها عقاب. يلا ومعانا المتسابق اللي بعد كده. ومعانا المتسابق اللي بعد كده ولاء. يلا يا ولاء، أما نشوف أصغرهم كده هيعمل فينا إيه. 1 2 3 1 2
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. ورونا كده بقى عند فين؟ واحد بيست كويس. قطعت من عند البيست. شاطرة يا ولاء، برافو. يلا الجوري اللي على الدور ومعانا جنجونة هتعمل معانا، وما نشوف الصغير الجميل ده هيعمل ايه. يلا بينا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر تمنتاشر تسعتاشر. شطورة شاطرة، وعلى فكرة أكتر واحدة عملت مساحة. وجانا المتسابق الأخير. شجعوني أرضي وفير في المسابقة. إن شاء الله هنلبسها ببيض. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. بسكوت. يلا وصلت هنا للبسكوت. لا انا بالعلاقة خليك بسرعة. شايفين الجمال؟ يلا بينا بقى نعيد المتسابقة التاني ونشوف كل واحد حظه يعمل معانا ايه. معانا تحدي ادهم، يلا ما نشوف هيكسب النهارده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنا ادهم فاز قصاد الشيبسي. تعالوا ما نشوف مع بعض. استنوا ما نشوف اهو. شايفين الحمد لله النهارده عدى من يعني ربنا كده فرجها معاه شويه وعدى الميه وملح. يلا بينا المتسابق الثاني. يلا يا احمد. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة. وكان الوقوف عند الشيبس برضك نفس الوضع. وترحب من العقاب. يلا المتسابق اللي بعد كده. يلا يا جنى. وطبعا الجواز بتبدأ تقل والعقاب هو اللي مستمر. يلا يا جنى. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. مالكش دعوة. شايفين؟ شايفين زينة وقفت لما الفين؟ يلا نشوف العقاب. يلا والعقاب. يلا يا زينة معلش استحملي. شايفين؟ وده كان عقابها. يلا بنشوف المتسابق اللي بعد كده هيفوز معانا بايه. كل شويه بتقل. يلا بينا اما نشوف ما هتوصل لفين. يلا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. وهي اللي كان من نصيبها الخمسين جنيه. والحمد لله ان مفيش عقاب. وطبعا جانا غيرت الطرحه بعد البيض اللي اتفقش فيها، وكنا عايزين نحطها في الزيت بس لحقت نفسها وما فازت معانا بالخمسين جنيه. يلا المتسابق اللي بعد كده. معانا ولاء. يلا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر. استنى اما نشوف المية وقفت لما الفين او قصاد الوهوس. يلا بينا.
يلا يا زوري ابدأي يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. واحد عند الهوز. شجعوني كده وسموا الله بيض ان شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر. كان نفسك ايه وكده خلصنا تحدي النهاردة. ويا رب يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. وزي ما انتم شايفين طبعا انا ما كسبتش حاجة خالص. وكويس ان هي عدت كده بسلام من غير اي عقاب. فيا ريت لو عجبكم فيديو النهاردة ما ننساش في لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة علشان يوصلكم منا كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي.